الكواليس اللي حصلت، وبرضو بيدرو مارتينيز ما جاش النادي الاهلي. هو كان في اهتمام كبير من طرف النادي الاهلي بيدرو مارتينيز ان هو يكون موجود على القياده الفنيه للنادي الاهلي، وبالفعل حصل تفاوض وحصل كلام. هو طبعا هو كان مع مين بالظبط؟ كان مع امير توفيق شويه بيدرو مارتينيز، لان هو كان محقق نجاحات كبيره مع اولمبياكوس اليوناني. ف طبعا كان برضه في البرتغال مع ريو افي، كان ريو افي كان مدرب احمد حسن كوكا بالظبط. انا شايف ان النواحي الماديه كانت كبيره شويه من طرف، طلباته الماديه كانت كبيره بشكل كبير، الى جانب ان هو يعني كان بيشوف ان هو ممكن اتواجد في اوروبا، لو ما تواجدش في اوروبا لازم يكون العرض المادي كبير بالنسبه لي، فده اللي انهى المفاوضات. فطبعا ده كان لا يناسب الامكانيات الاهلي ساعتها، لان يعني بصراحه كان اسعار كان طالب كام؟ 4 مليون يورو في السنه، فمبلغ ضخم.